مشاهدينا أهلا بكم. في ظل الأحداث الراهنة التي تشهدها دولة السودان الشقيقة، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان عدة قرارات مهمة أعفى فيها عددا من السفراء ومدير عام الشرطة من خدمته، وأيضا قرر تجميد عدة حسابات في البنوك. وفي تغطيتنا هنستعرض لحضراتكم كافة التفاصيل فتابعونا. تشهد السودان منذ منتصف الشهر الماضي مواجهات عنيفة بين الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان وميليشيا الدعم السريع المتمردة بقيادة محمد حمدان دقلو، وأسفرت هذه المواجهات عن مقتل مئات الأشخاص وإصابة الآلاف. واليوم أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قراراً يقضي بتجميد حسابات قوات الدعم السريع وشركاتها في جميع البنوك بالسودان وفروعها في الخارج. وذكرت وكالة الأنباء السودانية نص القرار والذي جاء فيه منع صرف أي استحقاقات أو ميزانيات مرصودة له على ألا يشمل القرار المرتبات، مع توجيه وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان لوضع القرار موضع التنفيذ. كما قرر البرهان إنهاء خدمة السفير عبد المنعم عثمان محمد أحمد البيتي والسفير حيدر بدوي صادق من العمل بوزارة الخارجية، وقرر أيضا إعفاء الفريق أول شرطة حقوقي عنان حامد محمد عمر مدير عام قوات الشرطة السودانية من منصبه، وتكليف الفريق شرطة حقوقي خالد حسان محي الدين بدلا عنه، وتم تكليفه بمهام مدير عام قوات الشرطة. ونظرا للأحداث الدامية التي تشهدها السودان، دعت وزارة الخارجية السودانية أمس منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة لإدانة تعديات ميليشيا الدعم السريع على المستشفيات والمرافق الصحية، وطلبتها بالانسحاب الفوري منها. وقالت الأمم المتحدة مؤخرا أن عدد وفيات اشتباكات السودان بين الجيش والدعم السريع ارتفعت إلى 676 قتيل وإصابة أكثر من 5576 جريح. وأشارت المنظمة إلى أن صراع السودان يهدد الموسم الزراعي ويزيد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في الفترة المقبلة. ومن جانبها قالت نقابة أطباء السودان أمس أن الأحداث الجارية حاليا في ولاية غرب دارفور هي الأسوأ والأعنف منذ بداية الاشتباكات في 15 إبريل الماضي. وأكدت النقابة أن 280 شخص لقوا حتفهم و160 مصاب إثر اشتباكات شهدتها الجنينة غرب دارفور على مدار يومين. إلى هنا تكون انتهت تغطيتنا. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.